طانوس دري المكتوب بالاب طانوس سر كبرياء عمر طفاك فلكسوريا كيف كيف كيعرفك كبرياء انا على ما سمعت ديزي عاونو فشي لعيبه صات نشوفو واش العشان معاكم يا سي صاوب فيديو جديد اليوم في هذا الفيديو هذا الاخوان رياكسيون على فيرا تراه اليوم اول مره كندير فيديوهات ديال رياكسيون بغيتكم كاملين سيبورتاوني ديروا سبسكرايب تفعلوا الجرس تخليو كومونتير على هذا السوجي هذاك ديال فيرا الاخوان اليوم بداو ان شاء الله على بركه الله ما عرفتش المهم قال لكم فيديو ديال غدا الصباح هذا تصورتو فاش تلاح الكليب ديال فيرا ولكن حقاش انا الله بهذه في هذا الكونسيبت هذا الاخوان ما عرفتش نقدر نحطو بالليل ولا تكونوا ناسي المهم الدراري كما كتشوفوا معايا 266000 ابوني الاخوان 4 سنين وانا غابر عليكم عاودتو من جديد يعني خاصكم تبلبلوها معايا من جديد الاخوان مازال جايين دي كونسيبت هو العامين مشيو بداو على بركه الله الاخوان غنديرو داكشي كات كاع شي 2140 بيكسل سيبي هادشي لي ديماري لي فيرا ديماري لي فيرا بسم ندوي الساط هاد نبداو شوف ديكوراسيون خطير كيفاش مندوي صرا ندوي المهم ديكوراسيون خطيرة كليب ناضي في المستوى حاليا بان ليا راه بحالي بحالكم يلا غنتفرج كليب ناضي لاعب خونا على الصفر بلي لاعب على الصفر تا البراسلي لي داير في يديه صفر سير على الله خير فيها سير كنجيو كتسريب ما عندناش معاهم عشان غادي نسيت بوا انا طراب او دلا دريل راه عندنا كل فان طراب او تاني كمي طافت كونسونطرا ماركيت ما كنساش كونسونطرا لي كرابي ومرا كل سونطرا كنحطو فطر كي كونسونطرا وي سير اخي سير اخي اي صاط الدبي هذا فرحت ليه حقاش واخا تقصى فهمتيني انا من الناس اللي تفرجوا في جيم شو الحلقه ديالو تفرج في تيك توك البلان ديالو بعد انفو تفرج في البلان صافي تفرج في الحلقه ديالو الصاط عاوتاني بقيت كنتسنى على ودو كنتسنى لي بيزود لي مور علاش حقاش هو الصاط هو اللي بحال هو اللي بومونتاج قريب عندك البلان الصاط هو اللي فهمتيني هو اللي حسيت بيه داك اللعيبه جراني باش نتفرج عجبني لونغاج ديالو كيفاش كيغني اللعيبات اللهجه ديالو كدا واخا اللهجه فاسيه ما كتبانش بحال داك الواب فاسيه باش ما كنكلاشي واش حنا ما كنخرجوش اللعيب ولكن سير على نطلقهم بالسيكه كونسومي دروغا وليت نكونسومي غرانيت ماما كونسومي دروغا وليت كتكونسوم ولا كيكونسومي حيت ما عنديش تروما خسر بالراب في رابرانيت غير طلع كيشرب الراب اما البيت تفخى البك كيطلع البي بي ام او روف يور ليغ صاط بالنسبه للكليب راه بان ليا كليب ناضي كاين دابا هو بادين دابا 3 سنين وطلعوا تبارك الله طلع فيتش ديالهم ديال الفيوز واللعيبات ولكن هما الكليبات ديالو والو مازال كيجيب واحد عنده 800 درهم كيجيبو كيصاوبو ب 800 درهم وكذا اللعيبات كيضرب ليه طراك وطلع في فيستيفالات اللعيبات مكيصاوبش داكشي بروفيسيونيل داكشي بان ليه بروفيسيونيل الصاط عندي البارو في الفي بي ان اللي معايا راه بحالي كاملين كيركلو في بي ام فيهم كاين اللي غرق في الهيت وكاين اللي كيضربو غير بي ان فيهم اللي غلا تيدو على 20 ديالو في الهال صنعنا باراديس مع مو بنادم كلينا التراب عندي الدريل عندي الطرب عندي الراب غندير ترافيس لوفك كنبغي الاعتراف ما كافيش الدليل لك انت راضي استاذ معروف باحترام ما نطيحش الارض انا على ما سمعت ديزي عاونو فشي لعيبه صات تنشوفو حتى الاخر الكليب ونشوف واخا افتراضي ترونا اللعبه شوف سانت الهماج شي كادر كيدير زوين هو كدا داكشي انتك كل واحد شاد بلاصتو في الدراري الفيغيراس ولا لي سيلويت واللعيبات المهم ما يكونوا فوجة اللعنة خاص صوارخ والكادر مقاد انتوما كادر زوين هو الحماس الموجة والتعنب انا واحد الكادر زوين ها انتوما الدراري واحد سبليت هنايا الضو جاي من هنا كحولية شوية من هنا باش يخلع لنا شوية المهم داكشي تكنيك مو مزيان الدراري الزملوية والرواج صعوبة من هنا الثقة في الحدس والحواس كل شي غادي يدير تيتي اخافي راكوتش خونا كيفاش سايلي مول الكاميرا تا هو كيفاش سايلي جام تيتي كاكا ما كنمثلش بطبيعتي اغا ما كنفتلش ما كان في اللافا كان لينكي المارك بلينكا دم دم في البيركا نار شافني الراب راه بلينكا ما طماش كاع ما كان نار شافو الراب راه بلينكا بلينكا الصلابه والخي طانوس دري تحديد اشير يلاه الى حديد ماشي ضروري شي فيراري ولا شي لعيبه داكشي انتك فهمت مكتوب بالاف طانوس بغيت نعرف واش خونا خدم على هادشي الساط ولا قلب على طوموبيله في الصفا بحال هكاك ولا صبغوا ويقلوا اللعيبات بيكوز الساط راه هادشي راه زويون والله الا زويون فهمتي بالنسبه للواحد يلاه بادي كدا واللعيبات والله هي مزيان بالنسبه للكليب كدا راه قطق بحال هكا ضاعوا ما تسيني مع الدراري شي لابي فهمتونا الدراري تركل في الراب خا تشوف ارسا الدم في قاع حيطانو في القطاع قطار سخت الفران والخطار لو راه خرج من الاطار في راجب شي نواطات مشيطانو زوين في السيف هاد البار
حتى حنا كنديروا اشاره لداك الستاسيون سير على البصره كيعطي خربقت السيفه ديال روابا وراه كيعذب خربق السيفه ديال روابا وكيعذب زعما راه كيخربق او كيعذب السيفه ديال روابا. وبالنسبه للدري الساط عنده 18 عام كيكتب هاد لي بارول بحال ما هكا حاط لك واحد البيت بحال هكا واحد لانستري زوين كيلعب عليه والله الا بخير ترونكيل ترونكيل هيرمان وترونكيل بان الفرق في الجام باقي كيعدل لا دويت غطفه المزيكا بحال كيتفهم عمر طفاك فلكسوريا كيف كيف كعربي كعبرياء النسبه كيف كيف كعربي كيف عبرياء الصفات ابرياء كتكون صعب دير اياب غتموت لدك اي رياح واخا تكون قديم حفريات هبطت بوس بيدك كم ريال صاط عجبني هادشي تكنيك مو مزيكا كلشي وادك درين نواضي نويدي على القرص فهمتيني فويسي ناضي كاين جود جوب ابرو و ترونة اللعبة شوف سانز الهماش تفوجة اللعنة خاص صواريخ الحماس الموجة والتعنى بزملوية ورا يو تولك تو ماتش كتهضر بزاف صاط اخونا قلت لكم لعب على بزاف ديال اللعيبات صاط كوستيم ديالو واعر اللعيبات ناضين ما عرفتش واش وجدات شي راسه ولا وجدوا مع شي واحد حيتاش ما عرفتش انا فهمتي الدري كرابي من شحال هادي تقريبا بالنسبه للاج ديالو اللعيبات عنده اكسبيريونس زوينه فهمتي المهم انا عندي 22 عام انا اخوان خلو ابوني وسبسكرايب وفعلوا النوتيفيكاسيون اللي جديد حتى هو خليو واحد الكومونتير وقولوا لي الدري واش كان غادي يربح جيم شو يستاهل يربح جيم شو تقصى غير هكاك واش تظلم ولا لا بالنسبه لي انا الدري راه ما كانش يقدر يكلاشيها في شي لعيبات حقاش داكشي كي دوزت التلفازه ما يمكنش يكلاشيها جسديا ولا شي لعيبه هكا فهمتي اش تقول لها سيري كوزين في بارول ما يمكنش فهمني فهمني لافا كلين كي المارك بلينكا دم دم في البيركا نهار شافني الراب راه بلينكا ما طماش كاع ما كانوا الامكا نهار شافو الراب راه بلينكا يعني هو بغى يوصل لكم في هاد البارول بلي راه انتم سمعوا معايا واحد القيطه بلي راه هو بدا شحال هادي ولكن ما كانوش عنده الامكانيات ودابا من يولي عنده امكانيات راه بان وشافوه روابا وراه بلينكا وتا هما وتا بنادم بلينكا فهمتي بلا دوماج كاع ما كانوا الامكا دوماج ما كانوش امكانيات تنعاود نسمع شافني الراب راه بلينكا ما دوماج كاع ما كانوا الامكا الامكا امكانيات زعما وديزي دروس شي راه عاونوا في اللعيبه ديو بي مهدي لعيبات ديديكاس للدراري كاملين واخا ما كنعرفهمش ولكن داكشي طلع على زوين ملعوب مونتاج كلشي هو هذاك فيديو كليب كرياتيف زوين ناضي دراري شجعوا الدري سيبورتاو الدري مهم الاخوان كان هذا هو الفيديو الا عجبكم الفيديو ديروا لايك وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم اول مره كندير لكم شي رياكسيون على شي فيديو الاخوان وقولوا لي كيفاش جاتكم الرياكسيون وشجعوني باش نكمل لكم في الرياكسيون ديال الفيديوهات واللعيبات الاخوان ما كنعجبكمش تخبطوا لي ديك سبسكرايب تفرقعوها ديال بصح لايك تفرقعوها ديال بصح كومونتيرات تفرقعوهم ديال بصح نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله ان شاء الله ولي فراسكم